والله ما عرفنا السوق هذا اش داير هذا، ما عرفنا احنا الصرعه فين كاينه، والصرعه واش كاينه في مالي الحوت ولا في الشناقه ولا ما عرفتش اخويا. الحوت غالي بزاف، مي راه داير 1800، الصول ديال 2200 شويه، قمرون غلا ديال 1900. واش كاين اخويا؟ كاين الكرامه اللي شويه موجوده هي والقرب شويه، قرب بعدا شويه طاح في الثمن، ولا داير 60 درهم 65 درهم، كان داير 80 في الاول. وهاد الفرخ هذا حتى هو ولا داير 60 درهم، كنا نجيبو فيها ب 40 درهم ب 35، ولا داير 60 درهم ب 65 درهم. واخا اش غنقول لك، هادشي اللي كاين السردي دابا راه فيه، دابا السردي فيه ثلاثه الماركات، كاين السردي ديال جديده وكاين ديال اسفي وكاين ديال الصحراء، كل حاجه والثمن ديال جديده راه كيدير 7000 ريال 6000 7000 ريال، كاين ديال اسفي كيتباع ب 5000، كاين ديال الصحراء راه كيتباع ب 22 23. على حساب دابا ديال جديده كيتباع ما بين 500 المليح صغير 500 600، كاين الاخر ديال 300 400، هذا هو ماكسيموم ديال السردي. ما عرفناش هاد الحوت، ما كاين لا موفيطا لا موفيطا لا والو، ما عرفناش هاد الحوت اش غلا اخويا، ما عرفناش. السردي وصل 7000 ريال نهار الاربعاء، راه 8400 والله الا 8400 نهار الاربعاء، تباع ب 30 درهم نهار الاربعاء، تباع ب 30 درهم. اليوم كاين 400 500 400 هي اللي كاينه اليوم، حيت كاين اللي يجيب السردي ب 30 وكاين دابا راه السردي تجيبو ب 7000 ريال ويقدر يدخل عليك السردي بحال دابا. السردي دابا هذا اليوم في الصباح تباع ب 37 فرانك، ودابا داروا لي 30 فرانك، دخلوا كاميو داروا لي 30 فرانك. شتي هنا في السوق، السوق هو هذا، السوق هو هذا. دابا ما تعرفش دابا من غير بحال دابا الميران، يوم سبحت الميرنا لا قمرون لا صول ما كاينينش اليوم، قمرون مليح والو، كاين قمرون رقيق راه كيبيعوا فيه 80 درهم 70 درهم 60 درهم رقيق، مرة بغيتي قمرون مليح راه خاصك 2400 100 درهم 2400. الله يدير شي تاوي ديال الخير اخويا في هاد الحرفة هادي اخويا، الله يدير شي تاوي ديال الخير. حنا دابا ما كنستافدوش، والناس اللي كتاخذ الحوت هي ما كتستافدش، حنا راه ما خدامش لنا الغلا، هذا الغلا راه ما خدامش لينا. دونك حنا الانسان دابا ملي كيكون رخا، الانسان راه كيدي عندك 2 كيلو 3 كيلو، كيلو كيلو عندك دابا كيدي 500 درهم 600 درهم، دابا كيجي عندك بنادم كيدي عندك رابعه نص كيلو. هو انت دابا تجيب الحوت، تجيب صندوق ديال الميره كتبدا تبيع فيه نص كيلو نص كيلو، واش تبيع؟ راه ما بقاش تبيع فيه. ملي كتكون الميره دايره 60 درهم 70 درهم، بنادم اللي بغى كيلو راه كيدي 3 كيلو. ملي كتقول لي دابا الميره 100 درهم كيقول عطيني نص كيلو. فهمتي؟ الله يدير شي تاوي ديال الخير.